حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء. حسب الفتى من حطام الدهر والنشب ما صان ما أمحياه عن الطلب. هبني حوايت كنوز المال قاطبة أليس غاية حاويها إلى العطب. لا خير في هذه الدنيا وإن سلمت ما فيها خير عدني. لا خير في هذه الدنيا وإن سلمت ولا سلامة من هم ومن نصب. بين ترى المرء حرا في أعنتها إذ راح يحجل في قيد من النوب إليك عن حية الوادي. حية الوادي يعني الدنيا. إليك عن حية الوادي فقد كمنت. لو كنت تعلم بين الماء والعشب وكم ترشفت سما من مراشفها قد كنت تحسبه ضربا من الضرب لطالما جردت من ملكه ملكا. هاي الدنيا اللي ما ترعى كبير ولا صغير لا غني ولا فقير. لطالما جردت من ملكه ملكا قد كان من قبل في أثوابه الخشب. وكم لها من قتيل في أعنتها رغما على صبر أم برة وأبي. لكن وحسبنا عبرة عبراء ما فعلت بأنجم الدهر أهل الفضل والحسب. ماذا فعلت بهم يا شاعر قال أودت بأحمد. هاي أول المصايب. أودت بأحمد خير الخلق ثم رمت وصيه بسهام الغدر عن كثبي. وبزت البضعة الزهراء
محلتها ويلي يا ويلي وإرثها بعد رد الصدق بالكذب وأفرغت سمها في المجتبى حسن ومزقت صنوه بالسمر والقضب يعني مزقت الحسين بحوافر الخيول. يا ويلي يا ويلي هاي أول مرة نسمع جنازة يطؤونها بحوافر الخيول، مو خيل مو خيلين مو ثلاث عشر عشر، وكل خيل لها أربع حوافر، يلا احسبها. آخ يعني على خلاف العادة الجارية عادة الميت إذا مات الخلق تحضر جهازه تتسارع العالم على سرعة جهازه ويصيح صايح في البلد عدكم جنازة يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه. أحسن إلا هالجنازة ما شيعتها غير حواف الخيول الأعوجية، أنا روحي فدالك يا الذي للغسل ما نسفي عليك أبو علي ولا الجسد من الحمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلف رجال ما حد حفر قبره ونزل جثته في الكافر تربه والغسل دمه الجاري والكفن فصل لها ابو محمد بواري وين قبره قبره بقلب اخته خذوها بجمال عاري وقلب الذي قضى حياته في بواجي أنا الشهيد بكربلاء المذبوح عطشايا وأنا اللي صار جثتي للخيل مدايا بعد رضى وعظامي وعلقا وراسي على سنا وبنارهم حرقا وخدور الهاشمي صح ونادي وحسين بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنا بالله.
صدق الله مولانا العلي العظيم. نظرتان لواقع هذه الحياة، نظرة ظاهر القرآن يسميها ملك، يعني المادة دنيا طبيعة، وبالمقابل أكو نظرة باطن. وهي نظرة الملكوت، وهذا هو فرق الملك عن الملكوت، كفرق الظاهر عن الباطن، مأخوذ من قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني حقائق بواطن الأشياء. إحنا مشكلتنا في هذه الحياة الدنيا أننا لا نرى إلا ظواهر شكليات بس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما نشوف حتى لو نلبس أي نظارات دنيوية ملكية، يحتاج واحد يلبس نظارة ملكوتية ليتعرف على حقائق بواطن الأشياء. فإذا نظرنا لهذه الدنيا بنظرة الظاهر نراها دار بلاء، غصص، نكد، هموم، مشاكل، مصائب تندك على رؤوس العباد ليل نهار، إلى درجة واحد يمل من حياته ويكره دنياته من يشوف هالآلام والغصص، كل وش هالدنيا هاي ما تسوى. لكن إذا نظرنا إليها بنظرة الباطن شوف هلا فيها خير، صلاح، ألطاف إلهية تجي من وين ما تدري. أكو رواية جدا غريبة أنا كثير أتأمل فيها، تقول: الخير في باطن، من داخله يطلع، من أعماقه. وش هالكلام هذا؟ يقدر الحين واحد شباب يقوم يشرح لنا معنى هاي الكلمة؟ هاي سنة قرآنية: ما ضاقت إلا وفرجت وإن بعد العسر. فيها يسر، فيها خير، فيها فرج، ما تدري، تخفى علينا إحنا أسار المشيئة، حكمة ربك. بعض قضايا تنكشف قبل سنة سنتين ثلاث عشر، نفهم نعرف وش السر، وأكو بعض أسرار لا تبقى خافية إلى يوم تبلى السرائر، بعدين تظهر الحقائق. بل تخفى هذه الحكم حتى على بعض الأنبياء من أولي العزم، مثل موسى، موسى بن عمران خفيت عليه، ما تحمل، كاد أن ينفجر، يقول لي: تعال انت ايش سويت، وش هالبلوى هاي، شباب يمشي وش حالاته، هذا تقوم تقتله، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يلا امشي روح، هذا فراق بيني وبينك، مو شارطين عليك، لا تتكلم لا تسأل، أنا اللي عبد مأمور، تجيني الأوامر وأمشي عليها، ما سويت من تلقاء نفسي. قال: زي علمني كيف تريد أصبر، يعني جدار وسكتنا، سفينة وسكتنا، لكن هالبلوى هاي كيف تقبلها؟ يوم بعدين كشف لي أسرار القضايا، قال: ها هالشكل، يعني أنا اللي ما دريت، هاي سفينة، قال وراهم ملك يأخذ كل سفينة، نصبح احنا قلنا نعيبها يشوفها يعوفها، اكو نجيناهم خلصوا من جور ذلك الملك، حوش عليها كلها. اي والله هاي خوش شغلة، انت نفعت الأوادم يعني، وهذا جدار، قال كنز يتامى، أراد ربك أن يكبر هؤلاء اليتامى فيأخذوا كنزهم قبل أن يتهاوى الجدار فيعثر عليه أحد غيره. أنت لو قايل لي هلا ما دريت، وهذا غلام فيها سر فيها حكمة،
وانت لا تسألني ما مطلع على أسرار المشيئة الإلهية، لكن اللي أدري حتما فيها شيء. احنا ما نتحمل، لا نتحمل، ويمشي على كيفنا يعني، أو يمشي وفق الحكمة والمصلحة. ما نقدر احنا نجزع، بل قد يصل بنا الحال إلى درجة السخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا كفر إذا واحد يعترض على القضاء الإلهي. قل يا ربي خليتهم مكسرين في دار عجزة، ما لفيت على واحد، وهالوردة هذا 25 سنة قطعة من قلبي تعبان شاقي حياتي على حسابه، هذا تاخذه خطفة بين، فيها سر، فيها شيء، فيها شيء، حتما فيها شيء. أخو ما بصير أرحم من الله على عباده، فإن الله أرأف بعباده من الأم على ولدها. ما تدري يمكن يوم واحد يعيش الشباب هذا يقارف ذنبا، يرتكب جرما يقوده إلى قعر نار جهنم. يقول يلا سريع طلعوه جيبوه وهو صفحة بيضاء نقية قبل أن يتلوث بذلك الجرم. سولي حادث سيارة شرباكة ما أدري شنو، هاي أسباب ظاهرية احنا ما تهمنا. يقول تعددت الأسباب، أريد السر في القضية. إذا تتأمل هاي رحمة، هذا استنقاذ، خلي يجي قبل أن يتلوث، هذه رحمة إلهية حتما. أكو تقول يعني هالحكمة الإلهية، هالألطاف، ألطاف وأسرار المشيئة. رواية معتبرة تلخص لأنها الفكرة كامل، وهي رواية هشام بن سالم عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ذكرها الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. يقول علم شاء أراد قدر قضاء أمضى، هاي ست مراحل الخلقة، لازم تريد تسوي شيء تمر بهالمراحل الست وإلا ما يصير. ثم قال عليه السلام فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد، وأراد ما شاء، وما تشاءون إلا. شوف هالكلام النوراني، الشعشعانية الخاصة، نور نور. هذا حكي ما تحصله لو تقلب الدنيا ظهرا عن بطن، تدور الخلائق شرقا غربا، تريد تحصل لك نظرة واقعية لهذه الحياة، فإنك لا تجد إلا عند أهل البيت وهم محمد وآل محمد. ست مراحل، احنا اللي تهمنا المشيئة، بس ما نقدر ناخذها إلا ببيان الفصول الستة في الرواية. خلينا نجيب مثل لطيف خفيف يوضح لنا الفكرة كلها ويلخصها. شلون الحين يجينا واحد شباب فنان يعني رسام تشكيلي مبدع، يقول والله أنا ناوي اليوم أرسم لكم لوحة زيتية فنية معبرة، لإنتاج هذا العمل لابد أن يمر بالمراحل الستة. أول شيء وش قلنا؟ العلم، يشوف هاي لوحة أكو فيها فائدة أنا أسويها، لو خسارة مضيعة فإذا علم بوجود منفعة فقد تحققت المرحلة الأولى. علماء يقولون العلم بالملاك. بعد العلم تأتي المرحلة الثانية ألا وهي المشيئة. المشيئة شنو؟ المشيئة إنما هي إعداد الأسباب، تحضير الأدوات. قوم يحضرها، طاولة واللوحة، مسطرة، أوراق، ألوان، أقلام، مقص، حبر، كذا. نقول ماذا؟ شاء الرسام أن يرسم اللوحة. لحين ما سوى شيء، قاعد يحضر. بعد المشيئة تجي مرحلة ثالثة ألا وهي الإرادة. الإرادة ما هي؟ هي الشروع في العمل، حركة
يشتغل، كل شيء يشتغل، كل شيء يتحرك، الإيد تتحرك، العين تتحرك، الحواس، الأدوات. وبعد الإرادة تأتي المرحلة الرابعة. وإيش هي قلنا؟ بعد الإرادة يجي ماذا؟ القدر. قدر. كثير ناس يخافون من القدر، يقول أنا ما أدري شنو مقدر علي في هالدنيا هاي، وهي عالم الأقدار. أقدار كم مقادير كل الدنيا هاي مقدرة. وإيش مقدر علي؟ أجزر حياتي بشبابي خير وسلامة، لو أطلع ينقصف عمري بحسرة وندامة. يخاف الإنسان من القدر. القدر هو التقدير، شقد مقدر، تخطيط، الهندسة يعني. يقوم يقدر مقادير الألوان، خفيفة، نارية، باردة، أوراق، شقد مقاديرها. عقب ما يخططها ويقدرها تيجي المرحلة الخامسة ألا وهي القضاء. القضاء عقب يجي. احنا نعكس إلا نقول القضاء والقدر، لا غلط، القدر والقضاء. ليش؟ لأن القدر سابق رتبة على القضاء. أول قدر الشيء حتى تقضيه، باعتبار أن القضاء هو إبرام العمل وإحكامه، إتمامه وإنجازه. مثل نقول قضى القاضي، يعني شلون قضية معلقة سنوات، اليوم قضى فيها وخلصنا افتكينا. فقضاهن سبعة سماوات، يعني أتمهن أكملهن، خلصت، كملت اللوحة، خلاص نمشي. لا اصبر، بعد باقي المرحلة السادسة الأخيرة ألا وهي الإمضاء. الإمضاء شنو؟ إزالة العوائق، الموانع. شوف هاي لوحة إذا أكو بيها خرابيش مرابيش، يعني حبر سايح منا كويش، صفيها، ينظفها، يرتبها حتى تصبح لوحة زيتية فنية متقنة محكمة معبرة، لا نقص، لا زلل، لا عيب، لا خلل فيها أبدا. هذه هي صفحة الوجود. إذا تتأمل وتدقق نظرك في كل جزيئات هذا الكون، تؤمن أن وراءه خالق صانع حكيم عليم خبير قدير متقن مبدع، ما وضع شيئا إلا بمقدار، كل مقدر بالدقة، ماكو شيء زايد ولا شيء ناقص، لأنه قدر وقضي وأمضي من قبل الحكيم سبحانه. ماكو شيء عبث، كل ذرات الوجود إلها معنى، وإن كنا إحنا ما نتفهم لكثير قضايا، نشوف شغلات ما لها قيمة، هي بعوضة. واحد يقول وإيش هاي تسوي لنا أنت؟ بعوض، ذباب، حشرات، هاي ما لها معنى، جلها سويتها. دنيا وإيش حالاتها؟ قوم تعفسها بهالخرابيش هاي الحشرات اللي ما لها أي فائدة. ها؟ ما سامع قبل كم سنة طالع واحد ما دي وين بلد، قال هاي ذبان كله ما في فائدة، أنا أسوي لكم مبيد، أصفي وأقضي عليه. إيه والله سوى ذاك المبيد ورشها رش كلها طيرها قضى عليها، الناس استانست. خوش بلد هاي ما في ذباب. انزين يوم ثاني قاموا يطلعون، واللي يشوفون كل واحد يطلع من بيته يطيح، حركونا ميت، هوش صاير، الناس تطلع وتموت من دون سبب. تعالوا فحصوا هالبلوى، يجوك يتراكضون شغلوا أجهزة مالتهم، وإذا جو مليء غاص، حشرات، ديدان، ميكروبات، ما أدري جراثيم، هذا غذاء الذباب، يتطاير بالجو يتغذى عليه، يعني مصفاة إلهية طبيعية.
وحين وايش الحال؟ قال روحوا اشتروا لنا كيلوين ثلاثة دبان طشروها قبل لا يقضون علينا. عقربة واحد يقول وايش العقربة هاي؟ وايش فايدتها؟ تلدغ حية وايش قولها؟ تسوم تحي مسوي دنيا على افضل ما يكون، ولنا حيات وعقارب وحشرات هاي ما فيها فايدة. قلت ايش سويت؟ اصبر عاد عكس الآية، هي بعد تضج تعج تشكو بين يدي الله عز وجل. يا رب خلقت دنيا خوش دنيا، بس سويت هالإنسان هذا وخربتها كيلها. هاي بني آدم رأس الإجرام، كل البلاوي بتطلع منه، هو الذي سيعيط في الأرض. آخير بتسوي إنسان سوي، لكن بلا أيادي مو أحسن؟ لأنه إنما يعتدي علينا بيده، قتل ويضرب ويسلب وينهب. هالإنسان هذا واللي دمرها كلها. والحال أن كمال خلقة الإنسان بيده، شلون بعد تبقى إنسان من دون يادي؟ كما أن كمال خلقة الحية بسمها، هي هم عندها وسيلة دفاعية دافع عن نفسها، وإلا حية شطولها والسم ما في داخلها، هاي مو حية هاي ناقصة. كما أن كمال خلقة التفاحة بحلاوتها، كذلك تمام خلقة الليمونة بحموضتها. اللي يجيبون لك ليمونة وحلوة هاي وش؟ وكمال خلقة النار بحرارتها، وإلا لو نار باردة وش سوي؟ وكمال خلقة كل شيء بما أعده الله عز وجل له. أقول لك نظام متقن محكم، ليس فيه عيب ولا خلل ولا نقص ولا زلل أبد. إذا في نواقص وشرور تحدث من الإنسان نفسه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الله وأيديهم، هم السبب. أما حاشا لله أن يحدث شرور في هذه الحياة، كل شيء له معنى، كل شيء له حكمة. حتى إبليس راح يقول وش هذا تسوي لنا؟ هالشيطان الرجيم يغوينا وقص علينا ويضللنا وتاليها جهنم يقودنا إليها. كان لا خلقت إبليس مو أحسن؟ مو أفضل؟ نصير كلنا خوش أوادم، حتى النار ما يحتاج جهنم تسويها. صدام، يزيد، شمر، حجاج، هتلر. شوف عاد هالأسامي والعياذ بالله، صفحات سوداوية معتمة. ها وش فايدتهم دولي هالأشكال تخلقهم؟ جان لا خلقتهم؟ مذنبين، مجرمين، ظلمة، طواغيت، عفست الدنيا. حلو ما فيها مو أحسن؟ جان الناس مامنة ومرتاحة. وانت وش تبي يعني؟ تبي الدنيا لا مجرم لا مذنب لا عاصي لا ظالم، تبي الناس كلهم أتقياء، كلهم صلحاء، كلهم أخيار، كلهم مؤمنين. هاي ما صارت الدنيا هذه، هاي صارت الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين. هذا خلف الفرض، لأننا افترضناها دنيا. دنيا اسمها فيها دنيا، هي يعني عالم التضاد، عالم التصارع، عالم التنازع، كل شيء إليه ضد. وإنما تعرف الأشياء بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد. شوف حتى تعرف الأبيض لازم تشوف أسود، لكي تعرف الحار لازم تلمس بارد، حتى تميز الذكر لازم تشوف الأنثى. كلها أضداد هي، سماء، أرض، كبير، صغير. لو ما في كبير ما ينعرف الصغير، مؤمن، كافر، صالح، طالح، طيب، شرير، هاي كلها أضداد هي. إلا واحد أحد فرد صمد لم يلد، هذا ما إليه ضد ولا إليه ند.
هي على مطالب برهان النقيض يسمونه، يعتمدوا عليه فلاسفة في تثبيت معارف علم الكلام، كله على هالبرهان هذا. الضاد هي ما يصير، لا يعرف إيمان المؤمن إلا إذا ظهر كفر الكافر، ينعرف حين. لا تعرف الجميل إلا إذا رأيت القبيح، بل كلما ازداد القبيح في قبحه كان له الفضل في إظهار جمال الجميل. حتى تذوق السعادة وتعرف حقيقة السعادة لازم تذوق المر وتشوف الويل، تتميز لك السعادة بعدين. وهكذا ما يصير، يعني هي هاي دنيا، انت ما تبي دنيا لازم يصير فيها تضادات تصارعات تنازعات. ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم، لازم يتدافعون، لازم يصير تفاوت، هاي سنة التفاوت. خلقناكم أشتاتا أطوارا، غني وفقير وكبير وصغير ومؤمن وأبيض وأسود وأحمر، هاي لازم يسويها كوكتيل كامل حتى تصير دنيا، ولا ما ممكن. فهي عمق الحكمة هذه، وإن كان حتى الظالم ما يدري، ما يعرف أصلاً هو ليش الله خالقنا، هو ما يدري، بل لسان حاله يقول يا رب أنا تخلقني، أنت ما تدري عني، إذا تخلقني أنا بقتل الحسين، يلا ليش خلقتني، أنت ما بليتني، ما ظلمتني، تدري إذا أنا تخلقني سأهلك شعبا بأكمله، هم بليتني وبليت الناس بيه، وباكر وين نار الجهنم، جل سويتني وريحتني فكيتني. أليس إيجاد الظالم ظلم له؟ قل لا لا، احنا نقرأ المسألة على العكس تماما، بل عدم إيجاده هو الظلم بعينه. لماذا؟ سببين: عدالة وحجة. عدالة لأنه ممكن الوجود، شوي دير بالك الآن، أليس لديه إمكانية؟ عند شأنية أن ينوجد، أن يصير إنسان، هي نعم هو ممكن الوجود وليس عدم. أحيان سائلني وما الدليل على إمكانه، أقول لك حدوثه، حدوثه أدل دليل على إمكانه، فلو لم يكن ممكنا لما حدث، لو كان عدما لما صار. أكو إجا وصار، يعني عنده إمكانية، عنده أهلية، أكو بي شأنية أن ينوجد. سلب هذا الحق عنه، يعني حق الإمكان، حق الوجود، حق الحياة، سلب هذا الحق عنه هو الظلم بعينه. وحاشا لله أن يظلم أحدا، لا قبل خلقه ولا بعد ذلك، هي تمام العدالة الإلهية. اثنين: حجة بالغة، يعني باجر يوم قيامة، يلا يزيد قوم ادخل، قل له ويش؟ قل إيه، لأن أنت لو قدرنا وخلقناك في الدنيا كان أنت بتقتل الحسين، ويش الدليل؟ ها؟ ويش الدليل؟ أنا ما قتلت أصلاً. هذا يقلب العدل ظلم، لأنه لا يجوز القصاص، أنا ما قتلت حتى تعاقبني، حين أنت ظلمتني دخلتني جهنم وأنا لم أفعل فعلاً. شوف شلون تنقلب الآية أصلاً تماماً. هاي مثل وضع الأستاذ مع طلابه في المدرسة، يقضي وياهم سنة كاملة عام دراسي، خلصنا يلا وزع شهايد خلنا نمشي، يقول لا قعدوا أعطيكم لو ساعة واحدة ويش امتحان، مع أن علم الأستاذ محيط بوضع طلابه، يعرف منه ناجح منه راسي، بعيد سنة ما يعيد سنة، بس ما تتم الحجة، باكر هم يتحججون عليه، يلا اقعد انت قرر مصيرك بيدك، انت اكتب مستقبلك، مو الله يدخل احد جنة ولا يدخل احد نار ابد، وانما الانسان بعمله هو يقود نفسه الى جنة او الى نار. يقدر باكر يحكي ويش وما ويش،
قول لي هاي شهادتك، هاي اعمالك، هاي جرائمك، هاي قبائحك، ايش سويت انت بدنياتك؟ يلا فتتم الحجة الإلهية البالغة على الخلق أجمع. أنت بإرادتك باختيارك احنا سلكناك، أعطيناك الطريقين وهديناك النجدين، وكل من يريد اللي يبي طريق جنة صعب أنا بقول لك عاد حفت الجنة بالمكاره، جنة ما تنخذ بالمجان، بليها شغل بليها مجاهد، صلوات وصيامات وأعمال صالحة، ولا تسوي ولا تفعل ولا هذه الجنة طريقة صعب. وحفت النار طريق النار سهل، شهوات شوي طربق بدنياته بدون سهالة ما يريد لها شيء جنة. هم بتعاستهم، هم بشقاوتهم، هم بمطلق إرادتهم واختيارهم سلكوا هذا الطريق، طريق الهاوية، وارتكبوا المجزرة حين انسلخوا من إنسانيتهم، لأن ذنب على ذنب على ذنب خلاص بعد تصير طبقة. حلو تنزل قرائن الدنيا ما في فايدة، قست القلوب يقول يصيرون وحوش. أصلا في عالم الحيوان يقول لك الوحش لا يأكل وحشا مثله، لا يروح يشوف لي غير فريسة يتغذى عليها. أما ذولا سلخوا وصاروا أخس من الوحوش الكاسرة. يعني يقول يا جماعة انتوا شغلكم ويا الرجال، قتلتم الأبطال، صرعتم الشجعان، وضعت الحرب أوزارها، خلصت معركة، يلا شيلوا على بلادينكم. بعد ما ذنب هؤلاء النسوة والأطفال حتى تغيروا عليهن في المخيمات وتشعلوها بالنار؟ شوف الفعل البشعة، كبسوا لك المخيم بمن فيه، فرهود صار. تدري من الأطفال من سحقته الخيل بحوافرها؟ يا ويلي يا ويلي، من الأطفال من مات من شدة الخوف والهلع، من الأطفال من فر على وجهه لا يدري إلى أين يتوجه. هامت النساء والعلويات في الصحراء كل ينادي وأحسن. خلصنا؟ لا، تعال بعد. ثم غاروا على تلك الأجساد المطرحة فمثلوا بها أشد تمثيل، رضوها بخيول، طحنوها طحن، وراحوا جابوا لك سيوف وقصص لا تقصص 79 رأس. أحد يقول لي ما يوصلون، يقول لك حتى الأطفال الصغار يا حبيبي. جاء منادي القوم ينادي يا ابن سعد إن للحسين طفل رضيع ذبح على صدره لا نرى رأسه بين الرؤوس. قال ويحكم فتشوا الثرى لعل الحسين واراه التراب. يجو الأعداء ينبشون الأرض بقوائم السيوف والرماح، يقول أحدهم بين أنا كذلك وإذا بي أشعر أن الرمح قد ركز في شيء تحت التراب. سحبت ذلك الرمح وإذا به قد ركز في صدر الرضيع. ويلي يا ويلي، فاستخرجوه وما تركوه إلا بعد أن احتز وراسه ورموا بجسدي على صدر الحسين. كملت الرؤوس على أسلة الرماح، جثت زينب على ركبتيها، لطمت صدرها، صرخت وأخاه وحسين. ما إن صرخت هذه الصرخة وإذا بكعب الرمح بين كتفيها. يلا قومي قومي يا زينب نطلع من كربلاء. وشالوها عاد
على نياق مهزولة. 40 يوم يا حبيبي وراس الحسين قباله. وكلما أراد اللعين أن يلوع قلب زينب قام يلوح بالرأس الشريف أمام عيني. هذا هو شيبته تقطر بالدماء إلى أن وصلوا بهن إلى أرض الشماتة. هالأيام هذه الأيام شهر الأحزان أيام الآلام على أهل البيت. يقول زين العابدين 3 ساعات في حرارة الشمس ونحن وقوف على أقدامنا بنات رسول الله. نظرت إلى وجوه عماتي وإذا بها قد تقشرت من حرارة الشمس. هذا وأهل الشام يصفقون علينا بالأكوف. سددوا المحلات وغلقوا الأسواق وعلقوا الزينة على سطوح المنازل. خرجوا يضربون الطبول والدفوف كل يهني الآخر. أيامك عليك سعيدة يا علي يا علي يا علي. شماتة بينا نحن كذلك وإذا بأهل الشام قد جاءوا بالحبار. وإيش بالسوون؟ قالوا ما تدخلون على يزيد إلا وأنتم مربطين بحبل واحد. يا غيرة الله يا أهل الشام لئن دنا أحد منكم إلى عماتي لأعيدن فيكم وقعة الطف من جديد. جيبوا الحبل جيبوا. أخذ الحبال بيده ودار على عماته سواهم مثل الحلقة وجمع الأطفال في وسط تلك الحلقة وقام يدور عليهم واحدة واحدة يضع الحبل فيها ونقي. آخ آخ. وصل إلى زوجته أم الإمام الباقر تحير بأبي وأمي أين يضع الحبل؟ أفي عنق الولد أم عنق أمي؟ هنا صاح الصيحة اللي تسمع عنها ويصيح واذو الله. أيوة إماما أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي؟ باقي واحدة باقي واحدة لا ننساها حين عم بتنكس راسك عم بتنكس راسك لأنه ما تحمل نكس راسه ونزل الحبل من إيده. تقدم بين يدي خطوات ناذى بصوت ضعيف عمّا آخ 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 آه اللي وجدك عم زينب. قالت بلى نور عيني علي ضع الحبل على عنقي. قال لا يا عمة تنقص ايدي ولا حط حبال على رقبتك. صفقت زينب بكف على كف نادت انا لا والد لي. يا علي يا علي وينك يا حاضر الشدات يا علي؟ ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي واقبل سهل ولا يا استدرك أضبل ذرو شافي الأسواق معطلة والكون مقلوب والكل نادي وين راس الخارجي منصوب والكل نادي جو سبايا الخارجية. وحسين وحسين عاين يسير فاق هز الفي بك ونوح ومن الضرب والسير ما ظلت لها روح.
تبكي وتنادي عقب عيز وين انا اروح بيني وبين حجاب صوني فرق البيت سلم عليها وقال يلي على المطية والله حلينج زيد أحزاني علي يخسون أهل هالبلد ما انتي خارجية كانت يا مسبية من شيوخ المسلمي قامت تتنعي نادت أنا جد النبي صفوة الجبار وأبوي حيدر قاسم الجنة مع النايار مكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين ما بين ما هي واقفة وتصعد أنفاس لأن الرجس جاها بكل جانب نصب راس وقبالها راس الحسين وراس أعظم وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح الله يا الله قبل عزائنا شف مرضانا فك أسرانا سهل مطالبنا إله انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وادفع عنهم كل سوء وشر وبلاء السعيد الفقيد خادم الحسين من اجتمعنا اللهم لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك لقه منك رحمة ورضوانا إلهي اشف صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهله وعقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين أنزل اللهم في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحمور والولدان والحور انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور واجعلنا اللهم وإياه من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع هذه الليلة ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.